ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. أحمد سو باص شوت شوت. مشكل مشكل صقر راكم شجعون بعد عبالك مدر الباني الاسباني ابوي اسباني اللي هو اسباني الباني كلهم مباريات. تعال انت ليش لحين ما حلقت انس مو طاحن شبلي تبغي بيزات وتروح تحلق له هاكو كشتك الحين موجوده اليوم اليوم ابوي عقب المباراه بروح احلق زين امو تتحفنا بتحلقات ربعك تحلقه الطاسه والغضاره ولا تحلق نفس ابوك احلق عدل. اوكي اوكي ابويا كمل مشقي بالله يا الدين كمل متابعه الدوري الالباني مالكم. مسحوها في وجهي شباب ابوي متعود يقط قنابل ويمشي على الاول والتالي. شوف انا احترمت نفسي لانها ابوك. احمد احمد شوت شوت. لو لو هذا هنا سي هي مني ني كي كيفك فهمه هذا هذا كيله منك اوكي وايش فيك عقيل ها هلا ابو علي ايش احوالك يا اخوك صرنا ما نعرف نفرق بينك انت والتوأم مالك حطوا ليكم علامه بسألك الكهرباء مال بيتكم دفعتونها لو لا الحين؟ ايه دفعنا لا تحاتي روح روح. سربيتن خبز. السلام عليكم هلا ابو حسين. حي الله عقيل. وهي سالفتك يا ابو حسين؟ كل يوم جاي متعب روحك ضارب مشوار للخباص طرش واحد من ولاد ولادك خلع على الله هاكو شاحنين الفريق الله يهدي الجميع احفادك ما يطوعونك خلع مستوره لا ابوهم ما يرضى بالله المستعان الله غرب لهم من ولاد لا فيهم رحم ولا حمي رجال مريض ما يقدر يشيل عافيته طرشون يشتري لهم الله يغرب لهم ان شاء الله يلا جلدي ارباب خبز جلدي
أقول لكم الدنيا قابة من آخر الأخبار. خف علينا يا أبو حسن، من كثر ما تطالع على الأخبار خيرك بصر محلل سياسي وبتعور راسنا. وش دراني عنه؟ كل ما أغاور عنه بالأخبار الرياضية يرجع على نفس الموضوع. تدرون أحسن شيء برامج الطبخ، أشوف الشيف ما نتأخر ضربنا الجوع. ما شاء الله عليك، باقي خشمك بس ما حمت عليه شيء. كل هذا عشان لا تروح وترجع؟ تبغينا كسر عافية رايح جاي؟ أنا لو ما الخوفة إن الدلة تطيح كان شلتها بضروسي. يلا يلا تعال نزلوا. بل عليك، اصبر عاد، خلنا نكمل بعدين نسحر. سبلي ماي. اشرب ماي، لا تموت علينا. اشرب. صل على النبي يا عقيل، فال الله ولا فالك. بس ما بيريو خلاص، ارتاح شوي بعدين تعال كل اكله. عليكم العافية. لا تزعل يا اخوك، تعرف عقيله قنابله. تريقوا جزت نفسي انا. افا عصافير بطنك خلاص طارت. سمو شباب، سمو عليكم منها الحساس. هذا كل يوم حردان ورايح بيت ابوه، الله يعمره تعالى حقيقة. مو زين يا عقيل، حمقت الرجال وهربت من بيتكم. خليه ولي مرها في الاحساس. كملوا ريوكم، كملوا. اول شي شوف روحك، تعالي عيب. طريقوا. وانت ما عندك بيت تهجع فيه؟ لا هل حزه احد يطلع في الشارع؟ وش فيك تطالعني كذي؟ لا تطالعني كذي، مو عاجبنك الحكي. روح لامك وقول لها تقفل عليك الباب، وان طلعت شفتك في الشارع دسك بك، فهمت؟ يلا كوع ورجع بيتكم. يلا خف على الصبية الجار، هذا حفيد ابو جعفر يتيم مسكين، والله حرام عليك كسرت بخاطره. الله يرحم امه ويغفر لابوه، بس هذا ما يمنعني يتحمل من مسؤوليه، لو صار في شيء مسؤوليه منه. البركه ايش السياره هالزينه. الله يبارك في حياتك يا الجار، الحين خلي اسبوع من اخذتها، يمكن ما حطيت بالك. ما حطيت بالي، لو مغيبنها عن الحسن. لا والله وين مغيبنها، استعمل السياره القديمه للشغل. ماخذينها كاش لا اقساط. لا كاش ولا اقساط، اخذتها بعرق جبيني. وش عرق هالجبين اللي طلع قيمه سياره؟ أخليك جاري، عندي شوي شغل بعدين أكلمك. أبو علي اللي بسألك، شو أحوال ولد عمك الشراني؟ هلا جاي. قولي لأخوش عقيل لا يتدخل في حياة زوجي. وش مسوي بعد هالأخوه؟ قولي ليه وش مسوي؟ وش نسوي وياه؟ أنا عجزت أكلمة ما يفيد. كلمي زوجته لا؟ خبرش قديم، من زمان صارت نفس أخوي عقيل. أشوف من شوي مريت عليها وتبي تفشني. الله يساعدش عليها. المرة الثانية ما بخليها بارد عليها. أنا أقول لا تعوري الراس شوياها، خليها تولي. لا ما بخليها. عجل انتين لبالتعبين روحش. لا ما بخليها مستحيل. وش اقول بس، ما بتستوعبين كلامي الا اذا صابر ركب السيكل. لا ما بخليها ابدا. اللي بسألك، وش اخبارك بعد ما قصفك عقيل؟ انا المفروض متعود على قنابل رفيقنا، بس ساعات يزودها فوق هذا في بيتهم. زين ما تسوي فيه، اصلا ما يفيد وياه الكلام، كل ما تعطيه كلمه اعطاك عشر. زين والحل وياه، ما يصير نسكت عنه
إذا سكتنا عنه بيزيد. إيه والله أنت ما تدري عقب ما طلعت استلم أبو حسن تحقيق عن المعاش، مسكين ما تسوى عليه، وكل حين وقال له سكانك مرادك. بل مسكين أبو حسن، يعني توجه له المدفع عقب ما طلعت؟ ولو ما عجلنا بالمشي كان قصفنا كلنا. والحل يعني؟ يوم الجمعة والغد في البيت وما عليك. وش بتسوي؟ اللي تعشقه دايما مجبوس هامور. قصدي الحلوي يا عقيل. لا تستعجل، الجمعة في البيت وبتعرف كل شيء. شخبار أخوك؟ ما ليه لودي في الفريق؟ بعدين سافر من بلد لبلد وقاط أولاده وزوجته عليكم. إذا مو عاجبتنا هالمرأة يتزوج غيرها. خلص قضيتي في المحكمة لو بعده. هلا عقيل. هلا هلا حسين. وش فيك قاعد تسولف؟ صار ساعة سالف يا أخوك التهم على بالي أنت. وش أخبار أخوك؟ ما له لودي في الفريق. خذ هالأغراض ودهم طيارة لأمك بسرعة يلا. سهل مو طيارة يا ولدي. يا حبيبي لا تنكت، خذ الأغراض روح ودهم. روح حبيبي روح. أبوي قال لي روح طيارة. حشاء مو لهالدرجة جاري. ما بابا أكيد أنا نفس أبوي لأنها أبوي. أجل وين اللي سكانه مرته؟ شباب شباب طلع 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 التلفزيون طلع التلفزيون. وش فيكم؟ وش اللي ضحك الحين؟ عيدها عيدها. جهالة. الجهالة انك تقط كلام وما تحسب حسابه. وش قولك يا سعيد؟ صح. والأدهى اذا ضاع منك الاحساس هني المشكلة. اكيد مشكلة. اللي بسألك اذا المدفع قصف هل في إحساس يا محمد؟ وهو المدفع ما يحس، بس اللي يستعمله هو اللي يحس. درر درر يا أبو جاسم، صح لسانك. وش قولك يا عقيل؟ عقيل يقولون أنت سكانك مرأتك. صدقه؟ أنا ما سمعت هذا الكلام، اللي سمعته أنه زادوا معاش زوجته. هذه خصوصيات. ها الحين ذاب الثلج وبان المرج، حلال عليك حرام على غيرك. من وش دراني؟ معاش هلا معاشي. اساسا هذه خصوصيات ما لها داعي ننشرها على الملأ. وانا اقول حتى المزاح والتعليقات بعد لها حدود. فقره محاضرات يعني؟ لو برنامج يفتح قلبك. عقيل انت صديقنا وعزيزنا، واللي يضرك يضرنا، احنا نقدر نبتعد عنك ونخليك. ما اعتقد تفيد فيه النصيحه. لا لا بالعكس، ان شاء الله مع الوقت بغير طبعي، وأنا ممنون ممنون لكم. ها أبو جاسم والهامور. الحين جايلكم الهامور. لا تتعب روحك يا عقيل، تركع عني خلي ولي. احنا ما بنضربه، بنشوفه وش يطلع وياه. شا أقول لك أخوي، هذه إذا صاب ركب السيكل عقيل بيوز عن سوالفه. الجار عسى ما شار. صار ساعة أضرب الباب ما حد يرد علي. لا تأشر تكلم وش تبغي. أقول لك أنا أضرب الباب ما
ما حد قاعد يرد. انا اشوفك تاشر بس ما تتكلم، قول وش تبغي. انا قاعد اتحكي وياك ما تسمعني يعني؟ لا ما تجوز عن سوالف يا عقيل، حسبي الله على بليسك. هلا ابو حسن، ضربت عليكم الباب ما حد طلع لي هني. عن شنو تتكلم ابو حسن؟ ايش فيك ما تسمعني؟ ما اسمعك اقول لك، ما اسمع تدري؟ سولي رساله صوتيه. اقول لك ما اسمعك، ما يطلع الصوت. وايش فيك لحين انت ما انت جايز؟ عدل اسلوبك يا اخي ويا الناس، عدل اسلوبك على هواك يا عقيل. انا اللي علي نصحتك وانت على كيفك. يلا مع السلامة. ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. تأمل في العبر هاي الدنيا ألوان، سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر هاي الدنيا ألوان.